سناب شات، كيفكم؟ صباح الخير، مساء الخير. اوكي، صار لي زمان ما خاف عليكم، بعرف حياة الله كنت مريضة وتعبانة كتير بعد السفرة، وهالسفرة عرضتني منيح، فهلا لحتى رجع صوتي تمام. اليوم عيد ميلاد لين، بعرف كلام هي بألف خير، راح تعمل جلسة تصوير، لا تخافوا، في مفاجآت، في هدايا، في كل شيء. بس اليوم عزم رفقاتي لعندي، بما انه كلهم رجعوا من السفر وهيك، في منهم مسافرين ومنهم ما عم يقدروا يجوا ومدري شو، فاليوم مجموعين كلنا ولابسه اوتفيت العزيمه. بتعرفوا انه انا اوتفيت ست البيت، ولي انا صار لي ساعه عم بشتغل وتعبت. خلوني اورجيكم. لبست هاي البيجامه، كثير كيوت الصراحه، يعني حسيتها هيك هي كثير مريحه، وانا اخذ وجه رفقاتي فعادي البس هيك قدامهم. فا اوكي، هي تجي هيك شوي قصيرة من تحت مع هاي الشحاطة الكيوت. هاي اليوم اشتريتها، ما بعرف، اول ما اجت عيني عليها قلت هاي هي. وشعراتي طبعا اليوم الصبح كنت بالجامعة، فشعري ما سويت له شيء، بس لفت له المغرة، والميك اب اوريدي من الصبح لانه كنت بالجامعة عندي تصوير. فا انا هيك صرت جاهزة اللي اورجيكم السفرة وكل شيء، لانه كالعادة مبدعة. تعالوا معي. اوكي جايز، عم بخر البيت، فبس اخلص راح ورجيكم البيت. طبعا مو مثل المره الماضيه، سوينا تعديلات بسيطه، بعمل لكم لمحه. اوكي، فهي انا، هاي انا ست البيت. شوف شو لازم ابخر البيت وابخر حالي، بتعرفوا يعني. هلا راح اعمل لكم تور بالبيت. اوكي، عندكم هذا الطرف، شوفوا الجمال والإبداع. طبعا هاي كلها لمسات ماما كتير بتتعب على موضوع الديكور، حتى في نبتات جديدة هون، ما بعرف إذا شفتوا هالطرف من البيت، بس بيجي هيك. بعدين تدخلوا تلاقوا هذا الشلال الكيوت اللي أصواته هيك رقيقة بتخلي الواحد ينام. تروحوا للطرف الثاني المقابل بتلاقوا هون مراية، وهاي أنا. أوكي، بعدين تجوا لمكان القعدة. سو هون هذا الطرف المميز، شوفوا طبعا كل البيت تفصيل، هذا كله تعبنا احنا وفصلناه تفصيل. عندكم هاي النار، هي المفروض نار بس سويتها، هاي بتجي هيك، شوفوا دخان بس بتبين على اساس نار وفاير وحركات. بعدين عندكم التي في هون، عاملين له اضاءة وحركات، وعاطين له موسيقى رومانسية. ما بعرف ليش عايشة اجواء رومانسية مع رفقاتي، بس هلا بقول لكم ليش عم بقول اجواء رومانسيه. تجوا على هذا الطرف وتشوفوا الابداع اللي مسويته هون. عندكم عصير ومي وكاسات، هون البوب كورن والفواكه. شوفوا هاد شغلي انا، حاطين جاكرو لانه هاي لعبتنا المفضله. شوفوا هون ورد احمر وورد وشمع احمر وحركات ورومانسيه ومدري شو، وهذا هيك صافن مثل حياتي. بعدين عندكم الفيو الخطير هون، واو ما شاء الله. بحبيتي جايز، بحبيتي. شوفوا هيك، يعني لما تعدوا انتوا تحطوا رجل على رجل هيك، تشوفوا هيك، بتشوفوا عندكم